بعظمة لسانه الجريمة أن يفوز الأهلي. بصوا حضراتكم اللي تابع بعض البرامج وبعض البرامج المعادية للأهلي تحديدا يعني، أو اللي متضايقة قوي من تصدر الأهلي للدوري والمنتمية لقطاعات أخرى، يفتكر إن الأول مرة الدوري المصري تتأجل فيه مباريات، أو يفتكر إن الأول مرة الدوري المصري ينتهي في يوليو أو كذا، أو يفتكر إن الأول مرة الفريق اللي بيشارك خارجيا بتتأجل له مباريات للسنة الثانية على التوالي. للسنة الثانية رابطة الأندية المحترفة من أول ما اتعملت إدارة المسابقات فيها برئاسة الأستاذ عامر حسين حسما للجدل كله، قال لك احنا المباريات اللي هتتلعب للأندية المشاركة خارجيا، الأهلي عنده ماتش في أفريقيا أو الزمالك أو فيوتشر أو بيراميدز، الأربعة اللي مثلوا الكرة المصرية السنة دي والسنة اللي فاتت في البطولتين، لو بتلعب مباراة خارجية عندك 4 أيام فاصلين، لو مباراة داخلية 3 أيام فاصلين. الأمر ده يا جماعة أعطي للأربعة. الأهلي ما تميزش بساعة زيادة، ولو هتشارك أو تأهلت بعد دور المجموعات الأدوار الإقصائية مفيش مباراة فاصلة هتلعبها محليا بين جولتي الذهاب والإياب، خاصة إن الاتحاد الأفريقي خلاها أسبوع واحد. الأمر ده أخده الأهلي وأخده بيراميدز اللي هو كمل معاه، وخده فيوتشر لغاية لما خرج. الزمالك ما أخدش الميزة دي لأنه خرج من دور المجموعات، ما كملش في الإقصائيات. طيب الكلام ده اتعمل السنة اللي فاتت واتعمل السنة دي. ليه السنة اللي فاتت كان مقبول والسنة دي وحش؟ عشان الجريمة السنة دي إن الأهلي أقرب للفوز بالدوري. الزمالك لما خد الدوري السنة اللي فاتت على نفس اللائحة كانت مقبولة وحلوة وزي السكر، والأهلي ما اعترضش. مؤجلات الأهلي السنة دي جت بسبب مشاركاته الخارجية. السنة اللي فاتت كانت نفس المشاركات الخارجية. عامر حسين هو نفسه عامر حسين، إدارة الرابطة هي نفسها إدارة الرابطة، ال 18 نادي هم نفسهم ال 18 نادي. اللي اتأجل للأهلي السنة دي اتأجل السنة اللي فاتت. الزمالك استفاد السنة اللي فاتت من مؤجلات الأهلي ليه؟ لأنه الأهلي وفقا للفكر التدريبي وقتها حافظ على أقل عدد من اللعيبة استخدمهم، مستر بيتسو موسيماني، فجي أدى المؤجلات بشكل مضغوط خسر نقاط، فاستفاد الزمالك فخد الدوري. السنة اللي قبلها نفس الحكاية، ولو تفتكروا الاعتراف الصريح جدا للكابتن ياسر حسين لبيب لما قال إن احنا خيرنا من اتحاد الكورة نلعب ماتشات أثناء مشاركات الأهلي الخارجية ولا نتوقف. فأنا سألت المدير الفني قال لك لا نلعب ونسيب الأهلي يلعب مؤجلاته بعد كده في وقت مضغوط نستفيد من إجهاده. وده اللي حصل. ده كان اللي حصل مع كارتيرون. بشيء مش زق بقى. بالظبط. يخلص الليلة. يعني اللي حصل مع الأهلي السنة دي هي نفس المؤجلات ونفس الجداول بتاعت السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، المرتين اللي فاتوا السنة اللي فاتت كان نفسه عامر حسين ونفس الرابطة ونفس الجدول ونفس القرارات ونفس اللائحة، فاز الزمالك فكان حلو قوي عنده كل الناس اللي عملت هاتي ديت. السنة دي لما فاز الأهلي أو أقرب للفوز بقت هي دي الجريمة.